مساء الخير متابعي صدى البلد، معكم إيهاب عمر مراسل محافظة أسيوط. إحنا دلوقتي معانا عصام أبو الوفا، والد الطفل محمد ضحية حادث البداري. محمد ده كان منذ أشهر كان بيلعب قدام بيتهم، وبعد كده اختفى محمد، وبعد تلت ساعة تقريبا اختفى محمد من قدام البيت، وبعد 4 أيام لقيوا محمد مقتول ومرمي وسط الزراعات ومبتور كفين اليد. احنا دلوقتي معانا والد الطفل محمد هيروي لنا التفاصيل، خاصة ان يعني تم ضبط المتهمين، 5 متهمين، وللأسف طلعوا 5 متهمين من أقاربه، وحاليا أحيلت القضية لمحكمة الجنايات بمحافظة أسيوط. اهلا بيك عم عصام معانا، والبقاء لله طبعا. دوم لله. عايزك يا عم عصام تذكرنا بتفاصيل القضيه. احنا سجلنا معاك يوم الجنازه، تمام؟ يوم الجنازه كنا معاك ووقفنا معاك لغايه ما تمت الجنازه وطلع والدفن والكلام ده كله، بس وقتها انت ما كنتش حاطط شك في حد خالص، تمام؟ فعايزك تذكرنا بس تفاصيل القضية عشان الناس اللي بتتابع معانا أول مرة. والله قصة القضية الناس كلها عرفتها وحفظتها، لأن مش يعني زي ده، مش ابني بس، ده ابني الناس كلها، وشيء غريب. يعني أنا يعني ابني مش حد خطط له والعمل ده، يعني ده من أقرب الناس لي، وما كنتش شاكك فيهم في حد، ومجرد ما ابني تاه خلال ربع ساعة، يعني الموضوع مش بعيد ولا طويل، وبلغت عنه ودورنا، ومن أول الناس اللي سألتها على ابني دي هم عمي ده وأولاد، نكر وقالوا ما شفناهش. هو المتهمين دول عمك واولاده؟ عمي واولاده. 5 متهمين؟ لا، هم حاليا التحريات اثبتت على 3 متهمين اولاد عمي دول. ابوهم واخوهم الكبير استبعدتهم التحريات. تمام، ففي 2 متهمين ثاني مش قرايب، هم من واحد من الهماميه واحد من النواوي. هم اللي اعترفوا عليهم يعني. يعني هم العدد المتهمين 5؟ 5، ايوه. منهم 3 اولاد؟ 3 اولاد عمي دول، الله لا بارك لهم. من القريه إيه؟ واحد من الهماميه وواحد من عزبه الزهر. طيب النوار، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يعني انا ساعه الجنازه انا شايف انت بالعكس عامل عمك وعمي. احنا المنطقه اللي انا فيها كلها يعني حوالين بيوتي عمامي وولد عمي، كلهم محدش غريب. والدنيا امان لنا 100 سنه على الوضع ده، والعيال دايما في الشارع مع بعض وياكلوا مع بعض ويلعبوا مع بعض. طيب. حتى انا استغربت ومجرد ما تاه ابني ده ولا طلع برا البيت، كان معايا خلال ربع ساعه. طلعت يعني من سوء الحظ، اول واحد سالته هو عمي ده. انا طلعت من على ناحيه اليسار كده، كان في فرح جنبينا ولسه الناس قليله، وسالت الولد قدام الشارع ما شفتش محمد ابني؟ قالوا لا ما عداش من هنا. رحت رايح على اليمين من ناحيه البيت اللي هو البيت اللي جنبي بيت عمي اللي هو بيت عبد العال ده، لقيته في وشه وسالته، قال لي ما شفتش ابني. قلت له طب اسال عيالك او مراتك ولا حاجه. هو اول حدا كذب عليا، بس اني ما فيش شك فيه، وحسيتك ده مرتبك، بس اني ما فيش شك فيه، ما كنتش شاكك فيه، لانه هو يكلمني ما ودهنيش وش في وش كده. قال لي اولادي يعني بددهم هم وامهم. ورحت انا ماشي وقعدت ندور هنا وهنا على ابني. ما طلعش يدور معاك في الوقت ده؟ لا، في الوقت ده ما طلعش. بدا يطلع بعدين يعني على اخر اليوم كده. هو قال لي ما شفتش ابنك وعيالي مش قاعدين ولا مرات. فقعدت نسأل وندور يمين شمال، ما فيش اي اثر لي. وبداوا هم بداوا يودهونا، قالوا ممكن يكون راح الترعه، وقعدنا ندور في الترعه ممكن يكون غرق. وعياله نفسهم اللي هم معترفين انهم قتلوا الولد كده كانوا بيدوروا معنا في الترعه، وهو عبد العال اللي هو ابوهم كان رايح دايع على الترعه ويدور، وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني ناس دي كلمه يهودي قليله عليهم، كديه في قلبك وكديه انت عامل ومسوي وداي تدور وتوهم الناس. يعني هو عاوز يبرئ نفسه وبعد نفسه بعد القصه دي، لكن ربنا شايف كل شيء. وبرضه انا يعني مش انا اللي توصلت لهم، يعني ربنا ده بالحق والحكومه والتحريات اللي بدا يظهر عليهم، اللي ما فيش واحد يعمل عمل ما يسيب دليل وراه. انتوا اكتشفتوا القصه بعد 4 ايام؟ اكتشفنا رابع يوم، ابن تاه يوم الثلاث، لقيناه يوم الجمعه. واحد يلقيه في الزرع ورايح زرع، ترى اللي يعني مرمي لما زرعت عبد العال هم ودوه الراجل اللي يجي على حد من الراجل اللي زرع ارضه بعيد عننا حوالي نص كيلو كده ولا حاجه، وقعد يصرخ ويلحقوا يا اخواننا لقيت طفل. فالحكومه كانت عندي في البيت ورحنا وتعرفنا عليه. هم ودوه هناك عشان يودوا التهمه بعيد عنهم. المنطقه اللي هم رموا فيها الود دي يعني بتاعت ناس ديراننا كده برضه،
اخويا كان على خلاف مع دماس من بتنجل، كان مشكله بسيطه ما في شيء خلاف يعني ولا حاجه، وتصالحوا عن بعض. فهو يعني يعمل ايه تمويل عشان انت تشك ان الناس دي اللي عملها كده في ابنه، فيجيب بلوه للناس. وفي نفس ما لقينا ولدي في نفس اليوم اللي فيه الدسه ما اتشالش لسه، الواد ابن الكبير عاوز يعمل مشكله ويهيد الناس ويلا نضربه ويلا هتصلحوا نضربه، وهم بتندل اللي عملوا فيه وسووا فيه. لا هو انا متهم اتهام واضح وهو اساسي، بس الحكومه الله لا بارك لها هي اللي بعدت او تحرد بيننا ما لهش دور، لكن حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ضيع حق ابني وكل اللي ساوم على حقه من اكبر مسؤول في الدوله الاصغر واحد، لان انا واثق ان ده اساسي في المشكله وهو التخطيط بتاعه هو ده. لكن التحريات دايما مالهاش دور. ايه اللي حصل؟ لقيته ابنك اتعرفت عليه ليه؟ لما رحت شفت الجثمان واتعرفت عليه، شفت ايه يعني؟ ايه اللي شفته؟ احكي لي عن التفاصيل. شفت يعني لو يعني معوي انا نقول يا ريتني ما شفت عشان ما نقولش حزين طول حياتي على اللي انا شفته، لان اللي شفته ده اكيد نعرف فيه من دوه. لان يعني انا ما اتوقعش، انا يعني انا في الايام اللي ندور فيها قلت يا اخي لو لقيتها غرقان نفسيتي ترتاح ونقول قضاء ربنا، لو خطة عربية برضه يقول قضاء ربنا. لكن الوضع اللي أنا شفته فيه ده ما يخليني ما نسكتش مدى حياتي ونزعل وعاوز حق ضروري وعاوز ما يعني أنا ما خليتش ده اللي اشتكيت فيها. ليه الوضع ما يسمحش أني نسكت عليه؟ لقيت شايلين شعره ووشه زي ما يكون كبين عليه مية نار كده، مغيرين ملامحه وبدأ يتعفن وقبين يديه الله لبارك لهم الكفتين قبينهم. طب ليه يعني الأمور دي كلها ودبحينه في رقبته؟ ايه اللي عمل طفل زي ده؟ ايه اللي سواه يعني؟ ولا غلط ولا شال ولا شيء، ليه مصيره يبقى كده؟ ايه اللي عمله؟ ولا انا ابوه نفسه لو انا مدرم ولا انا وحش تعمل ليه في العيل كده؟ ايه ذنبه؟ لكن الدنيا عمتهم والفلوس عمتهم وعاوزين يغنوا بالراحه وعاوزين فلوس، لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وربنا هيجيب لي حقي، وانا واثق من ربنا هيجيب لي حقي باذن الله. ما عملوا فيه كده ليه؟ عملوا فيه هم مخططين. ايوه، لانهم الواد هم كبار عنا في السن، انا ملاحظهم بيلعبوه، بس انه نقول اولاد عمي ويلعبوا معاه عادي، انه ولدي حلو كده ويعرف يتكلم ويشدك ليه. والعيال دي اصلا عاوزه تغنى، مخططين الاثار وهماهم، والبلد دي مشهوره بالاثار الهمميه. والكان حد هم الواد محمد ده بيشغال في الاثار اساسا اخوه الكبير، اللي كان اتواصل للشيخ ولا قال عاوزين دم ولا عاوزين نذبحوا طفل زي كده زي ما يقولوا في التحقيق. فهم الله لا بارك لهم ما لقوش غريب، فيعني ومصاحبينا ورغم كبار عنا في السن وانا مستغرب. طيب انت طلعوا معانا يعني ساعه الجنازه؟ طلعوا في الجنازه، طلعوا الجنازه وابوهم يتحسبن وشايل الجنازه وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده. يعني زي المثل ما كذبش اللي قال يقتل القتيل يمشي في جنازته. طب انت اللي عارف وانت اللي عارف كل شيء تتحسبن ليه؟ تحسبن في نفسك. يعني ناس اخر ادرام واخر توب القلب ولا فيه، بس ما جاش عندك شك فيهم؟ ما جاش عندي شك ابدا، لان انا ما فيش غير كل الخير بينهم، وانت عمي وانت اللي شايلني، وانا ما انا في غربتي ما تقول عليه، وانت اللي انت يعتبر بقاني، واي ظرف لابويا ولا لاخويا انت عمي وانت اللي تشيل. وفعلا حصل ظرف الولده واتضرب في حلوان واخويا راح ورمى عليه ويقول ولد عمي ما ينفعش ما نروحش، وممكن كان يتضرب بقاني. ليه احنا ما اخترناش على بعض واحنا عيله وطول عمرنا سرنا هذا وزنين؟ لكن دول الشيطان غواهم والفلوس غواتهم وما لقوش غير ابني الله لا بارك له. طيب التحقيقات قالت يعني خلالك انت ومتابعتك للقصه كلها، هم عملوا كده عشان فعلا تنقيب اثار ايوه هم اصل انت زي ما قالت وزاره الداخليه هو عشان سرقه التليفون. هو التليفون ده ايه بكام يعني؟ هو ايفون ده تليفون سامسونج انا مشتري ب 2000 جنيه من 5 سنين، يعني ما يجيبش 1000 جنيه. ما يشدعكش انك تسرق وتقتل واحد طفل بريء عشان تليفونه ب 1000 جنيه تمام. لكن هو كمان انت قتلتني وعشان تسرق التليفون ليه تقطع ايدي؟ ده بالعقل كده. كمان انت قتلتني عشان تسرق التليفون ليه حرقته وليه كسرته؟ يعني انت قتلت بني ادم عشان تسرق التليفون ليه اخرتها تحرقه ليه؟ فيعني طبيعي كده وبكل سهوله ان ده عشان الاثار. هم معترفين على نفسهم في التحقيق ان عاوزين كفوف الواد عشان يبروهم للاثار، والناس بيتفقوا معاهم هاتوا لنا دم للواد ده وهاتوا لنا كفوف ليه ونودوها الاثار تمام. كان اي ولد ولا كان تحديدا وابنك يعني؟ هم قايلين اي ولد، بس هم لقوا ولدي في الشارع قدامهم. هم هو سهل انهم ندموه انه قدام البيت وجنبيهم عشان الولد مطمن ليهم ومصاحبينه وتعالى يا محمد وروح يا محمد واستدردوه وخدوه هو واد اسمه احمد رماح. لكن احمد رماح مشي وخدوه هو الخون تمام. وعملوا فيه اللي هم يعني ما اعرفش الواحد يقول لك ايه، بس ما فيش رحمه. بس ف
يعني الواحد ما يعرفش يقول لك ايه على عملوه ده. لو انا لو قاضي من ما يعني ما نسكتش على الموضوع ده، الناس دي كلها نديها اعدام، كل اللي اشترك فيه نديها اعدام عشان يبردني. انا عاوز حق عشان ما نلدقش للمشي الغلط، عشان اخويا يرتاح وانا نرتاح. واحنا في الصعيد عامه ما ينفعش تسكت على حقك تتعاير بيه، لكن لما القانون يجيب لك حقك وكده يعني خلاص كده التحقق ده تسكت وتبرد، وعشان برضه القضيه دي ما تتكررش. لان ما كانش في موقف للقضيه دي بكره يجي واحد نفس الوضع يقول لك عندي بؤثار ان انتفى اي عين يذبحوه اخرتها سنتين سجن ولا سنه سجن زي العيال دي، يقول لك ما حدش اتضر، اتعملت الفعله دي قبل كده ما حدش اتضر. لكن لما يبقى اثر ورد فعل القضيه دي فعلا الناس يعني تخاف وتاخد حذرها بس. لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ربنا يصبرك وباذن الله حق ابنك هيرجع، وربنا يصبرك ويصبر اخواته ويصبر والدته وحقه باذن الله هيرجع باذن الله. هيرجع ان شاء الله، بس ربنا يبعد الناس اللي الله لا يبارك لها دي اللي ظلمتني. الناس في التحقيقات اللي في الحكومه ظلمتني وظلمت حق ابني، لان انا متهم عبد العال واخوهم الكبير محمد وامهم اساسي في الموضوع. انت كاب في بيتك ما تعرفش ولدك ده ايه ونايم ايه وقاعد ايه، لسه مسؤول انت عن ولدك في بيتك. الجهه الفاصله في القضيه هي المحكمه ماشي، بس التحريات بعدت. حتى لو التحريات بس لا بعدت، هو الاساسي. انت ايه انت ليه السكين دي في بيتك اللي هو ولدك عامل بيها الكلام ده ومنفذ بيها؟ ازاي ما تبقاش مدان انت؟ ليه السكينه في البيت؟ السكينه في البيت، هما كانت الحلاقه اللي حالقين بها شعر ولدي في البيت. ولقيوا في انا قدام عيني الحكومه واخده دركن فيه دم من دول البيت ما مذكورش في التحقيق، ولقيوا باب حمام مقفول عليه دم وخدعت الحكومه ودوه المعمل الجنائي ما ذكرناش في التحقيق. انا اوريك الضلال بس. انا برضه والله حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ساهم على حق ولدي ولا يضيع حق ولدي باذن الله. حق ابنك يرجع، ولو ضاع في الدنيا ما يضيعش في الاخره، وكل اللي ضيع في حق ولدي هيلاقي عيالها زيه ان شاء الله متقطعه كده باذن الله يرجع في الدنيا وفي الاخره. لان الناس دي ظلمتني وظلمت، ما ظلمتنيش انا، ظلمت ابني وحق ابني. انتظر القضاء، انا واثق في ربنا وفي القضاء المصري، القضاء نظيف وانا واثق فيه. بس هو ده الفيصل باذن الله، وباذن الله حق ابنك يرجع باذن الله ان شاء الله يرجع. برضي لا يعني ما لا، لازم القضاء ياخذ لي حق في الموضوع ده. والقضيه دي انا يعني اتحددت الدلسه يوم 31/8 ولا يوم 1/9 تمام. يعني كل اللي انا عاوز من القضاء ومن اللي يسمع صوتي عاوز حد يعني امر فاصل في القضيه دي، ما عايزش تتعدل كتير. المحامين اللي هي ضد دي ولا اللي تترافع عن الناس المجرمه دي ممكن تماضل في القضيه وهنا وهنا عايز تدي ثغرات عايز تبرئهم، لكن ده في نظر دول كفره ويهود ودول معترفين وقطعوا ضفي البريء ما لهش ذنب. ايه ذنبه؟ عاوز انا يعني عاوز فصل في قضيتي، ما عاوزهاش تناقل وهنا 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 والمحامي يدور على ثغرات ويطلعهم ويأدلهم ويعمل لهم. لا دي قضيه واضحه ومعترفين، القاضي عاوز اقصى عقوبه ليهم، اقصى عقوبه كل اللي اشترك في قضيه ولدي دي. بس هذا اللي وصله للناس، والناس كلها عارفه موضوع ولدي، وده مش ولدي انا بس، ده ولد الناس كلها، واي واحد يحصل لولده نفس الوضع ده. البقاء لله وربنا يكبرك كده يا رب، وباذن الله هنتابع معاك برضه في القضيه ان شاء الله. ان شاء الله. احمد الشيخ محامي اسره الضحيه، اهلا بيك استاذ احمد معانا. استاذ احمد عايزك تكلمنا عن الشق القانوني اللي اشتغل فيه في القضيه، يعني طبعا قضيه حد الله جلسه، وعايزك تكلمنا عن الفتره. هو بدايه يعني انا لازم اقول لعصام خلص العزاء لهذا الحدث الاليم، ولكن من حيث القضاء المصري تولى امر تلك الدعوه، وبالمناسبه هيتحدد ليها جلسه النهارده اليوم لنظر تلك الدعوه بجلسه 31/8/2024 قدام الدائره الثالثه جنايات محكمه استئناف اسيوط. وفي حقيقه الامر انا برضو عايز اطمن يعني اسره المتوفى رحمه مولاه ان ما يعني القضاء المصري قضاء شامخ، وهو قضاء ناجز في تلك العداله يعني، وكون انه حض لجلسه سريعه عاجله لنظر تلك الدعوه، هذا الامر يعني انه برضو النيابه العامه والقضاء وجهه البحث والتحري واقفين في ظهر قلبا وقالبا. ومن حيث القضيه ذات نفسها قد بذل فيها للامانه جهد مشكور ومضني من النيابه العامه وجهه البحث كشرطه، وتوصلت يعني بأدلة يقينية من 5 متهمين في أوراق تلك الدعوة أسندت فيهم جرائم بظروف مشددة للعقاب من المتهم الأول إلى الثالث
ان جريمه القتل العمد مع سبق الاصرار وظرف ده ظرف مشدد يعني استجلت النيابه العامه جميع الظروف وجميع العناصر التي تؤكد على توافر ذلك الظرف المشدد، بل انها وضعت ظرف مشدد اخر توافر في الاوراق هو الاقتران، اقتران بجنايه الخطف والتحايل لذلك المجني عليه. وده من شأنه برضو انه يؤدي الى تشديد العقاب على هؤلاء المتهمين. ونسبت المتهم الثاني والثالث ان هو التحريض بالنسبه للمتهمين، نسبه المتهمين الرابع والخامس في اوراق تلك الدعوه ان هم حرضوا المتهم الاول والثاني والثالث على ارتكاب تلك الجرائم. ففي خلاصه ذلك الموضوع هنجد ان حقيقه تلك الدعوه قامت على ادله الثبوت، النيابه العامه توصلت الى اعتراف للمتهمين الاول والثاني واعتراف من المتهم واقرار بالمعنى الصحيح في التحقيقات إن على المتهم الثالث على المتهم الاول والثاني، يعني هو المتهم الثالث اقر على اشقاء فضلا عن اقرارهم بارتكاب تلك الواقعه. قامت النيابه العامه برضو بمعاينه تصويريه وتمثيل للجريمه بكل تفاصيلها، وده يؤكد على ان ارتكاب المتهمين لذلك الفعل ما كانش الامر مستقر على كده. ده برضو السلاح المضبوط اللي قال عليه ولد المجني عليه لما خدت البصمه الوراثيه الدي ان ايه وجد ان اثار الدماء الموجوده على السلاح هي اثار البصمه الوراثيه او حمض النووي للمجني عليه المتوفى رحمه الله محمد عصام، وده يؤكد ان حتى السلاح اللي ارتكب في تلك الجريمه قد تم ضبطه بنفس الادله اللي عليه، حتى عينه الشعر المخصوص اللي هم حلقوه وجدوا اثار منها تتطابق البصمه الوراثيه بتاعته مع عينه الشعر بتاعت او البصمه الوراثيه بتاعت المجني عليه. ده يؤكد ان بادله قطعيه ان المتهمين ارتكبوا تلك الواقعه وان الاسلحه اللي وجدت جوه البيت كمكان واثر لارتكاب تلك الواقعه. مش بس كده، النيابه عملت استعلامات بارقام التليفونات عشان تربط بين المتهم الاول والثاني والثالث وبين المتهم الرابع والخامس من حيث كيفيه التحريض على ارتكاب الجريمه وان في مكالمات فعلا بينهم وبين بعضهم. كل تلك الامور تؤكد ان في ادله قويه جدا وان حق المبني عليه بالنسبه لعصام ان شاء الله باذن الله لن يضيع ابدا، وان قدام قضاء ناجز باذن الله تعالى، والقضيه يعني ستاخذ مسارها الطبيعي في اطار عاجل جدا الى ان يفصل فيها ان شاء الله باذن الله. وانا يعني بكرر مواساتي لاسره المجني عليه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يضع الحق ويؤتي بثماره عشان نوئد هذا الامر وما يكونش ليه اثار او تبعيات بين الأسرة، خاصة أن المتهمين الأول والثاني والثالث هو ولاد عم للوالد المجني عليه. فإن شاء الله بإذن الله نأمل أن يكون هناك فصل سريع في تلك الدعوة ونتلقى يوم 31/8 إن شاء الله بإذن الله أمام الدائرة الثالثة جناية. شكرا. زي ما تابعنا كده متابعي صدى البلد، دي كان آخر مستجدات قضية الطفل محمد ضحية يعني عدوان عليه وقتله بطريقه يعني بشعه في اسيوط وتشويهه. وطبعا المحكمه هنا المحامي العام في اسيوط حدد جلسه 31 من الشهر الجاري 31/8 لبدء محاكمه المتهمين الخمسه، ودي كانت متابعه مع حضراتكم مع والد الضحيه ومع الاستاذ احمد الشويخي المحامي اسره الضحيه. وشكرا لحضراتكم متابعي صدى البلد.